بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبنائي الأطباء، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على موضوع مهم جدا. يمكن المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم على الهايبرثيرميا والفيفر والأمراض اللي بتسبب حمى في الحيوانات، تكلمنا على الأمراض الفيروسية والبكتيرية، طفيليات الدم. لكن المشكلة دي مشكلة خاصة تحدث كثيرا في الحيوانات، خاصة النيوبورن أنيمالز، اللي هي مشكلة الهايبوثيرميا، انخفاض درجة الحرارة عن النورمال، بسموها أوفر كولينج أو شيلينج. هنتكلم عن المشكلة دي إن شاء الله في الحيوانات الكبيرة وفي النيوبورن أنيمالز، خاصة في الحملان. مشكلة انخفاض درجة الحرارة في المواليد الحديثة والحيوانات الكبيرة، لازم ندي فكرة كده في السيولوجي بتاعت جسم الإنسان وجسم الحيوان، إزاي الحيوان بيحافظ على درجة حرارته. إن في غدة تحت المهاد اسمها الهايبوثالاموس، موجودة في المخ. هي الغدة دي مسؤولة عن حفظ درجة حرارة الجسم في المستوى الطبيعي. أيضا بيساعد وجود الغدة دي، بيساعد وجود مستقبلات حرارية موجودة داخلية وخارجية، بتوصل إشارات إلى الهايبوثالاموس عشان تنشط الغدة دي في حالة انخفاض درجة الحرارة، أو أن يحصل العكس لما يكون درجة الحرارة عالية، تساعد الحيوان على أنه يفقد درجة حرارة عن طريق الهيت لوس. يبقى عندنا في حاجة اسمها الهيت لوس وفي حاجة اسمها الهيت جين، الحرارة المكتسبة والحرارة المفقودة. فاللي بيساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم هي الهايبوثالاموس. ده سبحان الله فكرة الترموستات كده في الثلاجة، لما الحرارة تنخفض يبدأ الموتور يشتغل ويبدأ يسقع، لو ما يحصل العكس يبدأ الترموستات يهدى كده. فمشكلة الهايبوثيرميا بنعرفها بنقول it is lower body temperature than normal which occur when excess heat is lost or insufficient is produced. يعني انخفاض درجة الحرارة على النورمال نتيجة إما لفقد الحرارة من الجسم excessive heat lost، أو إن الحرارة المكتسبة قليلة، وهنشرح الكلام ده إن شاء الله بالأمثلة. لذلك هنتكلم على المشكلة دي في نوعين من الحيوانات، في الأدلت أنيمال وفي السمول أنيمالز، واللي همنا طبعا المحاضرة كلها عن المشكلة دي اللي بتسبب نسبة نفوق عالية في الحملان الصغيرة والعجول الصغيرة والحيران الصغيرة وكده. طب ايه اللي يسبب انخفاض درجة الحرارة عن النورمال؟ في اسباب بسموها primary causes، ان الحيوان يبدأ يفقد حرارته نتيجة لتعرضه لدرجة حرارة الجو، درجة برودة شديدة. يعني كلما انخفضت درجة برودة الجو بيبدأ الجسم يفقد، حتى ده بالنسبة للإنسان او الحيوان، يفقد من درجة حرارته. يبقى ده عامل خارجي نتيجة لانخفاض درجة الحرارة. في بعض البلاد الأوروبية بيوصل الحرارة صفر وتحت الصفر وكده، أو نتيجة إن الهيت برودكشن، إن مصادر الطاقة اللي في الجسم اللي بتساعد على اكتساب درجة حرارة الجسم والمحافظة على النورمال ليفل يبدأ يحصل فيها مشكلة. وأهم مصدر للطاقة بالنسبة للحيوان هو الأكل. لو في insufficient feed intake، لو الحيوان جاع ما بدأش يأكل، يبقى ما فيش مصدر للطاقة هيجي للحيوان، وبالتالي تبدأ درجة الحرارة تنزل. أو بتحصل المشكلة دي في الفيري أولد أنيمالز أو الباد نرجد أنيمالز، الحيوانات نتيجة لسوء التغذية أو نتيجة لكبر السن. ده بيسموها برايمري كوزس. في سكندري كوزس، وبرضو عشان نعرف ان اللي بيساعد على الهيت برودكشن، اللي بيساعد على انتاج حرارة داخل الجسم،
هو انقباض العضلات، سواء عضلات الكرش، عضلات القلب، عضلات الأرجل الأمامية والخلفية. عملية الكونتراكشن دي بتدي حرارة للجسم، فلو العضلات دي في حصل لها مشكلة وما بتنقبضش تبدأ درجة الحرارة المكتسبة تقل. طب ايه الأمراض المشهورة عندنا اللي دايما تعمل هايبوثيرميا؟ الهايبوثيرميا دايما تحصل في الميلك فيفر. الميلك فيفر اللي هو نقص عنصر الكالسيوم، والكالسيوم بيلعب دور مهم جدا في انقباض العضلات الكرش وانقباض عضلات القلب وانقباض جميع عضلات الجسم. فلما يقل الكالسيوم عن المستوى الطبيعي تبدأ مصدر الطاقة اللي جاي من انقباض العضلات يقل، وبالتالي تبدأ تنخفض درجة الحرارة. رغم ان المرض بيسموه ميلك فيفر الا انه من ضمن اعراضه ان هو بيعمل هايبوثيرميا، تلاقي درجة الحرارة منخفضة. العامل الثاني وديت مشكلة كبيرة بتحصل دايما لما الحيوان يتلكم، الاكيوت رومن امباكشن، بيبدأ الكرش يقف، والكرش ده حركة الكرش هي بتدي مصدر للطاقة للجسم، فوقوف الكرش عن الحركة بيخلي درجة الحرارة تنزل. لذلك دايما كنت لما اشرح محاضرة الامباكشن اقول باد بروجنوزس لما الحيوان يبقى ريكومبانت وفي ستازس في الرومينال موفمنت وفي سب نورمال تمبريتشر، الثلاثة دول مع بعض بيبقى باد بروجنوزس للحالة. لكن بالحالات دي برضو بنحاول في علاج ان احنا نديه عشان نرفع درجة الحرارة زي ما هنقول دلوقتي. الحيوانات اللي بيتم تخديرها الانستيزيا او سيديشن او اديها ناركوتكس وهي اندر انستيزيا ممكن درجة الحرارة تنخفض. المعروف ان لما واحد يعمل عملية جراحية ويدي بنج للحيوان، البنج ده نفسه بيرخي عضلات الجسم وبالتالي بيقلل نسبة البرودكشن اوف هيت وبالتالي بيحصل هايبوثيرمي. دي كلها مسببات ودايما تحصل في الحيوانات الكبيرة. يبقى ممكن الامباكشن، ميلك فيفر، ديورنج انستيزيا، سيديشن. الحيوانات اللي عندها انيميا والهيموريج والسيركولاتري فيلير وتشوك ممكن برضو تحصل لها سب نورمال تمبريتشر، او الحاجات اللي بتؤدي الى نقص في الميتابوليك اكتيفيتي، ده دايما يحصل في المراحل الأخيرة من مرض التيتانوس أو الاستريكنين بويزنينج، بيحصل إجهاد للعضلات وبالتالي العضلات بعد كده بتفشل في الكونتراكشن وبالتالي تنخفض درجة الحرارة. آخر حاجة وأهم حاجة اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله اللي هي نيونيتال هايبوثيرميا. نيونيتال هايبوثيرميا ودي كتير من الدكاترة ما بيعرفش يتعامل مع الحالات دي وهنتكلم عنها بالتفصيل. لكن ايه الباثوجينيسيس بتحصل لما الحيوان درجة حرارته بتنخفض؟ بيحصل ان في اشارات بتروح للغدة النخامية اللي موجودة في المخ وتفرز هرمون اللي هو السيروتروبيك هرمون اللي بيعمل استيميوليشن للسكريشن بتاع الادرينالين والسيروكزين. الادرينالين والسيروكزين يزيد في الجسم فبيعمل بريفرال فازو كونستريكشن للبلاد فيزل عشان يحافظ على درجة الحرارة، وبيزود ضربات القلب ويعمل مصل تريمور زي اللي هي الرعشة اللي بيحس بيها الحيوان لما يكون درجة حرارته منخفضة بنسميها تشيلينج، ويبدأ ارتفاع ضغط الدم، كل ده عشان يحافظ على درجة الحرارة بتاعت الجسم. فدي تغيرات باثولوجية بتحصل لما درجة حرارة الحيوان تنخفض، بيتفرز هرمون السيروتروفيك هرمون واللي بينشط إفراز الأدرينالين والسيروكزين اللي يعملوا انقباض في الأوعية الدموية الطرفية وزيادة لمعدل ضربات القلب وزيادة في حركة انقباض العضلات عشان يحافظ على زيادة يساعد على زيادة درجة الحرارة. طبعا لما الحالة تزيد أكتر بيبدأ يحصل بقى الحيوان يدخل في غيبوبة ويحصل انهبيشن في السي ان اس سنترز، وبالتالي بيبدأ الحيوان يدخل في كاردياك وسيركولاتري فيلير وبيموت بعد كده. فلما كناش نلحق الحيوان خاصة الحيوانات الصغيرة بسرعة زي ما هنقول دلوقتي ممكن الحيوان يموت نتيجة للسيركولاتري فيلير، ويموت الحيوان نتيجة للانهيبيشن للسي ان اس ريزلت. المخ نفسه بيبدأ يبرد، فالمخ ده هو المسؤول على المراكز السنترز بتاعت الجسم كله سواء الجهاز الدوري او الجهاز الهضمي او جميع الاجهزة، فكل ده يبدأ يدخل الحيوان في كوما ويموت.
طب ايه الاعراض اللي بتظهر على الحيوان اللي بتقول لنا ان طبعا درجة الحرارة بنعرفها بالترمومتر، يعني مفيش حد يروح يكشف على حالة ما يكونش معاه ترمومتر. حتى قبل ما احط الترمومتر تلاقي الحمل الصغير او العجل الصغير اللي لسه مولود تلاقي عمال يترعش شيفرنج وتريمبلينج، تلاقي تمسك رجليه واذنه والمظل والشفايف وتلاقيها بارده جدا كولد اكستريميتيز. وذا انيمال ريفيوز السكنج، بيرفض الرضاعه، بعدين يحصل له ريكومبانسي، هارت ريت بيبقى سلوور زي النورمال، بتقل ضربات القلب، بعد كده بيموت لو الحراره نزلت عن 35 درجه مئويه. ازاي نشخصها بالاعراض اللي احنا قلناها دي؟ وتاني حاجه ان انا باخد درجه الحراره بالترمومتر، تيك بودي تمبريتشر يوزنج كلينيكال ثرمومتر اللي هي الريكتال تمبريتشر، يعني بنحطه في الريكتم، از ان امبورتنت جايد فور دايجنوزيس اند تريتمنت اوف هايبوثيرميا. يعني زي ما هنشوف دلوقتي في حاجه اسمها مايلد هايبوثيرميا وفي حاجه اسمها سيفير هايبوثيرميا، ده بنعرفه بالترمومتر، ونقول النورمال ايه والسب نورمال ايه والحاله دي هنعالجها ازاي ودي نعالجها ازاي. الديفرنشال دايجنوزيس، نيجي للعلاج في اللارج انيمالز. لو عندي بقره عندها ميلك فيفر وحرارتها مثلا نازله 37.5، او غنمه برضو نازله حرارتها، او حيوان كنا عملنا له عمليه وادينا له بنك ونزلت الحراره، اتعامل معاه ازاي؟ ان خدنا الحراره لانها مثلا نازله 37.5 37، في الحالات دي بنحقن كالسيوم وريدي وندي جلوكوز برضو تركيز عالي 25%، وندي حاجات جنرال تونكس وكاردياك وريسبيراتوري ستيمولانت. ده الكلام ده للحيوانات الكبيره، لكن احنا هنتكلم شغلنا كله النهارده على المحاضره الاساسيه بتاع النهارده هي اللي هي الهايبوثيرميا في اللامب. ليه اخترنا اللامب؟ لان مشكله اللامب فعلا نسبه الوفيات فيها بتبقى عاليه، اللي هي لسه مولوده نتيجه لانخفاض درجه الحراره. النورمال تمبريتشر في الشيب، ان انا لما اخد الحراره في الغنمه او في الحمل الصغير بتبقى 39 ل 40، ده نورمال. طبعا لو فوق 40 يبقى فيفر، اللي اتكلمنا عن الامراض بتعمل فيفر لما الحراره تبقى فوق 40، ودي تحتاج تدخل ندي بقى خفض حراره وكده. لكن نيجي بقى لمرحلتين، في حاجه اسمها المايلد هايبوثيرميا، هنتكلم دلوقتي كلامنا كله بقى على الغنم دلوقتي، وكلامنا اكتر على الحملان الصغيره. لو جيت خدت الحراره لحمل صغير او بيسموه البهم او الطفل، لقيت الحراره 37 او 38، ده بنسميها مايلد هايبوثيرميا، ودي هنتدخل بطريقه معينه في العلاج. نركز في النقطتين دول، لو هي الحراره اقل من 37 في الغنم بنعتبر دي سيفير هايبوثيرميا، لانه النورمال 39 ولغايه 40 نورمال، فكونها تنزل اقل من 37 تعتبر الحاله دي سيفير وممكن الحيوان ده يموت. هاو كان يو ديل ويز مايلد هايبوثيرميا اند سيفير هايبوثيرميا، دي النقطه الاساسيه في محاضره النهارده، وتركزوا معايا كده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على ازاي نتعامل معاها. طب الهايبوثيرميا ليه بتحصل في الغنم كتير خاصة في الحملان؟ لأن الحملان الصغيرة أو عامة الحيوانات الصغيرة خلال ال 36 ساعة الأولى بعد الولادة ما بيقدرش الحيوان يحافظ على درجة حرارة جسمه، يعني الهايبوثالامس ما بتشتغلش ولا بتعمل هيت برودكشن ولا ريسبتورز والحاجات دي. أخطر مرة وقت اللي هم ال 36 ساعة الأولانيين بعد ولادة الحمل بيكون تأثير البيئة الخارجية، لو البيئة برد أو الحيوان كان مبلول أو كده ممكن الحيوان يحصل له انخفاض شديد في الحرارة والجسم ما يقدرش يعوض، لأن لسه ما حصلش نمو للهايبوثالامس عشان تشتغل وتعمل ريجوليت للبودي تمبريتشر. فمهم جدا الخطوات اللي احنا هنقولها دلوقتي، ان اخطر مرحلة بعد الولادة هي الساعات الاولى بعد الولادة. ايه الحاجات اللي تخلي الحيوان يجيله هايبوثيرميا؟ قلنا اليانج انيمالز علشان ان الحيوان ما بيبقاش عنده تحكم في قدرته على
لو درجة الحرارة برد جدا، يعني أيام الشتاء طبعا الحرارة نازلة 5 درجة مئوية أو 1 درجة مئوية، والغنمة ولدت في الجو البارد ده، فهينزل طبعا انت عارفين الحمل بينزل لسه ما فيش صوف كتير وكده، فممكن يتعرض للجو البارد ده وبالتالي يحصل له ويند شيل، بيسموها ويند شيل يعني ضربة برد، يبدأ الحيوان ينزل يفقد درجة حرارته. من الحاجات اللي زي ما قلنا ان الفترة الاولى بعد ازاي بقى نيجي نقطة مهمة قوي هنتكلم عنها دلوقتي، ان لما ينزل الحمل مولود بينزل مبلل، المفروض ان امه بتبدأ تلحس فيه عشان تساعد على تنشيط الجهاز العصبي وكده وتنشفه، لانه لو ظل مبلل فترة طويلة ممكن البلل ده بتاع السائل المشيمي ممكن يعمل له هايبوثيرمي، خاصة لو ما رضعش كمان. النقطة الثانية المهمة اللي أنا عايز أقولها اللي بينبني عليها المحاضرة كلها، إن خلال ال5 ساعات الأولى بعد الولادة بيكون الحيوان عنده نسبة من الدهون اللي موجودة في جسمه ممكن تتحول وتدي له طاقة، وهذه الكمية من الدهون بتنتهي بعد 5 ساعات. ففي تعامل لما أجي أتعامل مع حمل مولود قبل 5 ساعات وعنده هايبوثيرميا، في طريقة في العلاج، وفي طريقة لو هو عدى 5 ساعات في طريقة أخرى في العلاج. ودي معلومات جديدة أتمنى كده إن أنتوا تركزوا معايا فيها عشان نعرف إزاي نتعامل مع الحالات دي. طبعا الأعراض بالنسبة للحملان، الحملان بتنعزل عن أمهاتها، بتقعد ترتعش، بتيجي تاخد الحرارة بتبقى مكوسة، تمنع الرضاعة وبتحصل لها ريكمبنسي، وممكن تموت لو الحرارة نزلت لأقل من 37. ده الأعراض في الحملان. طبعا الحيوان يبقى كسول ومكوس الظهر ومش قادر يرفع دماغه، تيجي تمسك رجليه تلاقيها باردة، تمسك ودنه تلاقيها باردة، الفم نفسه بارد، دليل تاخد الحرارة تلاقيها نازلة. طيب امتى بقى اقول الحالة باد بروجنوزس؟ لما بيحصل ديكريز في الاي ليد والكورنيال ريفلكسز. الكورنيال ريفلكسز ان انا اجي احط ايدي كده على عينه ان يرمش، لا ما عادش بيعمل الريفلكسز دي. نلاقي فيري كولد سكين اند اكستريميتيز، تلاقي الجلد بارد جدا ورجليه بارده، وبيل ميوكس ممبرين، بدأ الأغشية المخاطية تاخد اللون الباهت، والحرارة أقل من 37. دي كلها علامات باد بروجنوزس والحيوان ده ممكن يموت. خلي بالنا يعني لما نيجي نشتغل مع الحالات دي بالحالات دي. طب ازاي بقى نتعامل مع حالات الهايبوثيرميا؟ في حاجتين بعملهم في حالات الهايبوثيرميا في الحملان الصغيرة، اللي هي الورمث والكوليسترول، ان انا ادفي الحمل ده واديله سرسوب كمصدر للطاقه. طبعا السرسوب احنا بنديه في اول ما يتولد عشان مصدر للانتي بوديز، لكن هنا السرسوب مهم جدا لان هو بالاضافه ان هو مصدر للانتي بوديز بيبقى مصدر للطاقه ويمد الحيوان بحراره داخليه. طيب نيجي نشوف الجدول ده كده، هنشرحه الاول وبعدين نرجع له تاني. عندنا حالتين، لو انا هاجي لحمل مولود او معزه صغيره لسه مولوده ممرش على ولادتها 5 ساعات، يبقى عندي لامبس less than 5 hours old، وعندي لامبس over than 5 hours old. لو مر على ولادتها 5 ساعات ودي مر على ولادتها 5، دي بنتعامل معها بطريقه ودي اللي بنتعامل معها بطريقه. طب نمسك الاول الحاله عمر الحمل اقل من 5 ساعات من الولاده. ليه احنا قول ليه حاطين 5 ساعات دي؟ قلناها من شويه، لان ال5 ساعات بيكون حصل استهلاك للدهون الموجوده في الجسم فعادش عنده مصدر للطاقه، فده بنتعامل معاه قبل 5 ساعات بطريقه وبعد 5 ساعات بطريقه. هنمسك الاول عندنا مولود ممرش عليه 5 ساعات، ازاي نتعامل معاه وعنده حراره منخفضه. عنده حرارة منخفضة، هالكلام بقوله هو التاني، في معظم الحالات سيظل لدى الحمل الصغير بعض احتياطي للطاقة
وبالتالي لن يكون إعطاء الجلوكوز ضروري. في الحالة دي اللي هي أقل من 5 ساعات هو عنده مصدر للطاقة، فما فيش داعي اديله جلوكوز. لو اديته جلوكوز ممكن العجل ده أو الحمل ده يموت. لكن بعد 5 ساعات لازم أدي جلوكوز، ولو ما اديتش جلوكوز بعد 5 ساعات برضه ممكن العجل يموت. شفتوا قد إيه مهم أوي موضوع ال5 ساعات ده؟ طيب نيجي بقى، عندي حمل مولود لسه ما مرش على ولادته 5 ساعات، وعندي احتمالين: اما الاقي مودريت هايبوثيرميا، دي ليه طريقه في التعامل معاه، اللي هي الحراره من 37 ل 39، او تكون سيفير هايبوثيرميا. ازاي اتعامل مع الحاله دي وازاي اتعامل مع الحاله دي؟ عندي حمل مولود ما مرش على ولادته 5 ساعات والحراره بتاعته مايلد هايبوثيرميا. في الحاله دي انا المفروض ان انا انشف الحمل ده بفوطه لو هو مبلوله كده، وضروري جدا جدا ان انا اعديله سرسوب بمعدل 50 مللي لكل كيلو من وزنه. اديله سرسوب هنا مهم جدا، هيديله مصدر للطاقه، وما ادولوش جلوكوز ولا اي حاجه. لو المودريت هايبوثيرميا والحراره نازله من 37 38 كده ولسه ما مرش على ولادته 5 ساعات، تديله سرسوب فقط، انشفه واديله سرسوب عن طريق الفم. لو رضع سرسوب كده بالبزازه كويس، ما رضعش اديله بالاستومك تيوب، انبوبه اللي المعدة. طب الحاله دي خلاص عرفناها. الحاله الثانيه بقى الخطيره، ان الحمل بقاله اقل من 5 ساعات مولود وعنده الحراره نازله اقل من 37. دي اهم حته في المحاضره يا جماعه. دكتور ايمن والدكتوره ميرفت والدكتوره ساره سارية وجميع الحفيظ وكل الناس اللي معانا والدكتور سليمان، ركزوا معايا في الحته دي، جميع مهمه جدا. عندي حمل لسه مولود ما مرش على ولادته 5 ساعات، جيت اخد الحراره لقيتها اقل من 37، البتاع ده خلاص يعني هيموت. بس ان شاء الله ممكن لو تدخلت صح ممكن ارفع الحراره والحيوان ايه ما يموتش. اعمل ايه بقى مع الحاله دي؟ ودي مشكله فنيه كتير من الاطباء البيطريين بيخطئ فيها ويتعامل معها خطا. لو الحراره اقل من 37 ولسه ما مرش على ولادته 5 ساعات، لازم ان انا برضو اجففه وادفيه، ادفي الحمل ده، وممكن بحطوه كده في بوكس في لمبه كده زي ما هنوريها لكم دلوقتي عشان ندفيه. ومهم جدا الحاجه الثانيه، بعد ما عملنا له تدفئه، هذه اللمبه بتاعه التدفئه، هي اللمبه واضحه هنا كده في الصوره اللي هي دي، وبتدفيه التده دي ترفع درجه حراره الجسم. لما الاقي الحراره بدات تطلع 38 تاني او 8.5، ابدا اشيله وارجعه لامه تاني. يبقى دي اول خطوه بعملها لحمل درجه حرارته منخفضه اقل من 37، ان يكون عندي بوكس جاهز بحطه فيه واشغل اللمبه عشان تدفيه وجففه لو كان جسمه مبلول من الام ما لحستوش او كده. الحاجه الثانيه بقى والمهمه جدا مع التدفئة دي، نيجي للمرحلة الثانية بقى، ان الحمل مر عليه 5 ساعات ودرجة حرارته اقل من 37. هنا مهم جدا انني اديله جلوكوز في انترا بريتونيال، اديله جلوكوز 25% انترا بريتونيال. ليه بقى بنديله جلوكوز هنا؟ لانه هو مر عليه 5 ساعات ففقد مصدر الطاقه الموجود عنده. المصدر الوحيد اللي ممكن يرفع درجه حراره الجسم ان انا اديله جلوكوز مباشر، حقن وريدي، حقن تحت في البريتون، لان صعب اجيب الوريد وكده، فبديله انترا بيريتونيال. زي ما هنوري حضراتكم فيديو دلوقتي ازاي نحقن انترا بيريتونيال، والجلوكوز ما يقلش تركيزه عن 25%. الجلوكوز لما يزيد في الدم هيبدا الحيوان درجه حرارته ترتفع. يبقى نحن نشفناه وحطيناه في بوكس عشان لمبه تزود الحراره. ومهم جدا لو كان مر عليه 5 ساعات
ابدا احقنه جلوكوز انترا بريتونيال. نيجي ازاي ندي جلوكوز بقى انترا بريتونيال؟ ودي نبدا نديها للحمل اللي بعد 5 ساعات، لكن لو قبل 5 ساعات كونترا انديكيت ان انا ادي جلوكوز لانه ممكن تموت الحيوان. الخطوات ان انا بعد ما نشفت اللام وحطيته في بوكس مثلا في لمبه وكده، باجي احقن الجلوكوز انترابريتونيال. طب ايه هي الميثود اوف انجكشن انترابريتونيال؟ هنشوفها نشرحها الاول وبعدين نشوفها فيديو عمرك ما تنساها ان شاء الله، سهله جدا. طب انا اوريكم الفيديو الاول عشان بعد كده نشرحها. خلي بالكم من الدكتور هنا من وضع الحمل، العامل هنا ماسك الحمل بحيث بطنه يبقى رجليه لفوق ورجليه لتحت وبطنه اللي هو في وشنا ده، دي السرة. خلي بالكم السرة بتاعت الحيوان هي اللي بنحدد من خلالها المكان اللي هنحقن فيه انترابيتونيال، حوالي 1 سنتي بعيد عن السرة. هو ماسك السرة هي وجاب السرنجة اللي فيها جلوكوز 25% وبيحقن في بطن الحيوان. كده يبقى دخلت في بطن الحيوان انترابيرتونية. يبقى احنا موقفين الحمل مدين ماسكينه وشايلينه كده ومنزلين رجليه تحت وبطنه قدامنا. نيجي عند السرة على ناحية اليمين او الشمال بواحد سنتي واحقن السرنجة في بطنه، ده اللي هو الانترا بريتونية. نشوفها تاني مع بعض كده عشان الفيديو ده مهم. دي السرة هي اللي هو حاطط ايده عندها، دي السرة اللي حاطط صبعه الشمال ده عليها، دي السرة الامبرايكس. بيمسك الجلد كده بالسرنجة يروح حائم بعيد عن السرة بحوالي 1 سم. ده الجلوكوز، ده مهم جدا جدا جدا، وإلا الحيوان هيموت مني لو ما حنتش جلوكوز انترابريتونيال. الانترابريتونيال بيمتص بسرعة بعد ما جبناه من البوكس اللي كان حاطين مدفيه فيه، لازم نحقنه جلوكوز. ده اللي حمل درجة حرارته أقل من 37 درجة مئوية ومر على ولادته أكثر من 5 ساعات، لازم ومهم وجدا إن أنا أحقن جلوكوز 25% انترابريتونيال. هنيجي نقول الخطوات دي تاني. ميثود اوف انجكشن انترابريتونيال، بنرفع clean an area of the abdomen to one side of the navel and slightly behind it. بننظف كده بمطهر حوالين السرة بتاعت الحيوان، بس لازم يكون شايلينه، شايلين الحيوان كده واللمعة بتاعته بتبقى نازلة تحت في بطنه. بعد كده بنبدأ نحقن جلوكوز بعيد عن السرة بواحد سنتي وبزاوية، ندخل الإبرة بزاوية 45 زي ما شفنا في الفيديو. وبعد كده نديله الكولوسترام، نديله الكولوسترام لو ما رضاش السرسوب بالبزازة بنديها له بالستومك تيوب. لكن كونترا انديكيت ان انا ادي سرسوب لحمل او عجل داخل في غيبوبة او ما بي وكمان ادخال الستومك تيوب لازم اكون متأكد ان هي دخلت على الابوميزم ما دخلتش على اللنج، لان ممكن تعمل درينشنج نمونيا. لازم يكون واحد عنده خبرة ويدخل الستومك تيوب عشان يرضعه بالسرسوب، والا الحيوان هيموت مني. لو ما اديتوش سرسوب وما حقنتوش جلوكوز انترابريتونيال الحمل هيموت مني. ونسبه المورتاليتي عاليه من اسباب النفوق في الحملان الصغيره، موضوع الهايبوثيرميا ده، ودايما تحصل في موسم الشتاء او الام تولد ابنها وما تلحسوش او يظل فتره طويله يكون حاله ديستوكيا فيبدا يتاخر في الولاده او كده، كل ده بيكون سبب في حدوث الهايبوثيرميا. كمية السرسوب اللي بديها تعتمد على وزن الحيوان، ممكن توصل لغاية لتر خلال 24 ساعة.
بنلخص المحاضرة تاني لو حد عنده سؤال يبدأ يجهز، الدكتور عبد العظيم والدكتور الهادي محمود والزملاء كلهم لو حد عنده سؤال، بس نقول ملخص محاضرة عشان الزملاء اللي دخلوا متأخر. أهمية رضاعة السرسوب، الكلام ده مهم جدا، اتكلمنا عنه قبل كده في المحاضرة إن هو مصدر للأجسام المضادة، ودي لازم خلال الساعة الأولى بعد الولادة، وكمان ده بيبدأ مصدر للتغذية ويحافظ على الطاقة ويدي طاقة للحيوان لأن هو مصدر للإنرجي، فلازم ندي السرسوب في اليوم الأول بعد الولادة. درجات الحرارة في الحملان بتتأثر بسرعة في بعد الولادة لأن الجهاز الهايبوثالاموس ما بيكونش لسه اشتغل، فلو الجو بارد ممكن ينعكس على الحيوان والحيوان درجة حرارته تنزل، أو الحيوان نزل من أمه ما لحستوش، كل ده ممكن يخلي الحرارة تنزل. فالمهم جدا نديله سرسوب، ولما الولادة تتم في مكان دافئ بعيد عن البرد. لو الحرارة نزلت بنعزل الحمل ده من أمه وندخله على صندوق فيه لمبة عشان تدفيه، وننشفه بفوطة، ونديله لو هو قبل 5 ساعات من الولادة نديله سرسوب وندفيه، لو بعد 5 ساعات ضروري جدا مهم جدا نديله جلوكوز حقن انترابريتونيال لما الحرارة تكون نازلة أقل من 37 درجة مئوية. والوقاية طبعا خير من العلاج. موسم الشتاء لازم يكون في أماكن دافئة للولادات، وندفي الحظيرة بتاعت الأمهات، والأمهات بتنقل المكان ده في فرشة وفي نظافة، ولما الولادة تتم لازم الأم تلحس ابنها بسرعة ونقيس درجة الحرارة، ولازم نخليه يرضع السرسوب مباشرة، وبعد كده بقى منتظرين الأسئلة بتاعت حضراتكم عشان نجاوب عليها. صلوا على رسول الله. دكتور أيمن السيد، دكتور وليد، لو حد، دكتور صلاح، لو حد مر بحالة هايبوثيرميا سواء في عجل أو لامب. طبعا الكلام اللي قلناه في اللامبس بينطبق أيضا على العجول، لكن ليه أنا اخترت اللامبس؟ لأن هي مشكلة كبيرة، ودايما الولادات في موسم الشتاء بتاعت الغنم لو ما اهتمناش، ان شاء الله انا هعمل محاضره بعد كده ازاي ننجح في الحفاظ على موسم ولادات جيد، ايه هي الشروط اللي بنعملها للحفاظ على موسم ولادات جيد في الاغنام، من ضمنها المحافظه على درجه حراره الجسم، ولو درجه حراره جسمه نزلت خطر جدا، وعرفنا النهارده ازاي نتعامل معاه. لو الحمل مر عليه 5 ساعات بعد الولاده لازم نديله جلوكوز انترابريتونيال. طب هل ندي كالسيوم يا دكتور في العمر ده؟ لا، ممنوع الكالسيوم. الكالسيوم قلت عليه في الكالسيوم بالنسبة للحيوانات الكبيرة. الدكتور بيسأل على جرعة الجلوكوز موجودة هنا، اجيبها لكم تاني. احنا بندي جلوكوز 20%، مهم جدا التركيز هنا 20%، عشان لو حد استخدم 10% يبقى الجرعة هتختلف. الجلوكوز بنديه 20%، بندي 20 سنتي للحمل اللي لسه مولود في انترابريتونيال. طبعا ما ينفعش ادي الكلام ده في الوريد، يعني الكلام هنا انترابريتونيال عشان الامتصاص هنا بيكون ايه سهل، وفي الوريد هيبقى صعب انك تدي الكمية والتركيز العالي ده بالسرنج. ده الجرعة بتاعت الجلوكوز، ده مكان الانترابريتونية اللي ورينا لحضراتكم لو حد عايز يشوف تاني الفيديو. ده المكان بتاع الانترابريتونية. نرحب بالدكتورة وطنية، جت متأخر شوية، احنا المحاضرة دي مهمة يا دكتورة وطنية، كنا بنشرح حالات الهايبوثيرميا في الحملان الصغيرة، وعندنا نقطة مهمة جدا ان هي لو الحمل مولود ولسه ممرش عليه 5 ساعات ممنوع ان انا اديله جلوكوز ولا كالسيوم ولا اي حاجة، ان انا ادفيه واديله سرسوب، لكن لو مر عليه 5 ساعات بعد الولادة بيكون مصدر الطاقة الموجود عنده خلص في ال5 ساعات دول،
فلازم ضروري جدا ان انا احقنه جلوكوز 20% انترابيريتونيال، والحقن يكون بعد على جانب السره بتاعت الحيوان 1 سنتي، واديه بزاويه الابره بزاويه 45 في البريتون، بتدخل في بطن الحيوان كده، يبقى كده انترابيريتونيال. لو حد بيكتب سؤال كده يقول لي انتظر ولا حاجة عشان ايه ما ننهيش المحاضرة. المحاضرة بتبقى موجودة على تليجرام، مهمة جدا، وبعد كده بنزلها فيديو بإذن الله. ضروري برضو اللي ما سمعش المحاضرة معانا يسمعها ان شاء الله بعد كده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم. انتظر دكتور فايز بركات قال انتظر، ماشي انتظر ان شاء الله. دكتور فايز بيكتب سؤال اكيد. طب انا هسأل انا سؤال، ايهما اخطر، الحيوان اللي عنده فيفر ولا الحيوان اللي عنده هايبوثيرمي، ايهما اخطر؟ ينفع اعطي جلوكوز تحت الجلد؟ ممكن يا دكتور فايز، ممكن تدي جلوكوز تحت الجلد، بس ما يكونش بقى تركيز 20%، لان 20% هيورم تحت الجلد ومش هيصرف. لو اديت تحت الجلد يبقى 5%، وبعدين تدي كميات كبيره بقى كل 6 ساعات وكده. لكن اللي انا اتكلمت عنه كله الجلوكوز تركيز 20% ويكون انترابيريتونيال ومفيش منه خطوره يعني، بس تشيل واحد يشيل كده الغنمه وبطنها يبقى في وشك، وتيجي تحط ايدك على السرة جنبها بواحد سنتي كده، تروح حقن الايه الجلوكوز. الدكتورة وطنية بتجاوب على السؤال، ايهما اخطر الفيفر ولا الهايبوثيرميا؟ قالة الهايبوثيرميا. بارك الله فيك يا دكتورة وطنية، خبيرة الطب البيطري في مصر، في منطقة بقى واخدة مرسى مطروح والحتت دي. ليه بقى؟ لان سهل جدا ان انا ادي ابره نون ستيرويدال الانتي انفلاماتوري او انالجين، وانزل الحراره من 40 او من 41 انزلها 38.5، لكن من الصعب جدا ان انا ارفع الحراره من 37 ل 39 الا بالشروط اللي احنا قلنا عليها ديت. لكن لو تخيل بقى الحيوان دخل في توكسيميا او كان دخل او عنده كوليستريديا او حاجه، وبدات الحراره تنزل اللي هي بيسموها دايما بيفور ديس، قبل الوفاه دايما الحراره تنزل، فيبقى صعب جدا لو في الحاله معاها توكسيميا او معاها ديهيدريشن او اي حاجه، صعب ان انا ارجع الحيوان. دكتور فايز بيقول لو اعطيته سرسوب ووضعته جنب تدفئه هل ممكن يتخثر اللبن؟ لا، هو السرسوب الافضل طبعا ان احنا ندفيه، بس خطر وغلط جدا ان انا احطه في مايكروويف، ان انا احط ادفي اللبن السرسوب في المايكروويف غلط، لكن ادفيه عادي وديه مش هيتخثر ولا حاجه. وبرضه الدكتور فايز بيسأل من الممكن الأمعاء عند الحق داخل البروتون أأذي الأمعاء؟ ما هو أنت شفت بطن الحيوان يا دكتور لما بيشيله كده الأمعاء بتبقى نازلة تحت وحوالين السرة، بتدخل على بطن الحيوان على طول، مش هتدخل في الأمعاء، وحتى لو دخلت في الأمعاء مش هتأذيه ولا حاجة. لكن أنا بديها لأن الغشاء البريتوني بيبقى هايلي سبلايد ببلاد فيزلز وسريع امتصاصه، يعني دايما احنا نحط رقم واحد انترافينوس في امتصاصه، اسرع حاجه انترافينوس، بعد كده انترابريتونيال، ثالث حاجه انتراماسكولار، رابع حاجه سبكوتينيوس. هل ينفي اعطي كالسيوم؟ لا، ما تديش كالسيوم يا دكتور فايز خالص في الاعمار الصغيره. لا، انا قلت الكلام ده لان دي كالسيوم الحيوانات الكبيره اللي عندها ميلك فيفر او عندها امباكشن او كده، ادي كالسيوم بنشط الكرش وينشط العضلات والكلام ده. لكن الحيوانات الصغيره لا نعطي الا جلوكوز فقط. جلوكوز يكون تركيز عالي ونديه انترابيريتونيال. تجبن الحليب هل له علاقه بارتفاع الحراره؟ دكتور عبد العظيم الرفاعي مش فاهم السؤال يا دكتور، يعني الحراره عاليه تعمل تجبن؟ لا، تجبن ده دايما يا دكتور يحصل في الماستايتس، لما اللبن ينزل مشرش او مجبن يبقى الحاله دي فيها اعراض التهاب ضرع. الدكتور بيسال تاني بيقول قصدي في انفحه الحمل، تجبن الحليب في انفحه الحمل اللي هي في الابوميزم يعني. المحاضرة دي أنا اديت محاضرة عن الأبوميزال إمباكشن قبل كده في العجول الصغيرة، لما بيحصل تجبن في ده بيبقى فيه مشكلة زيادة في الحموضة، أو في له أسباب كتيرة يعني، ممكن كوليستريديا ممكن تعمل كده برضو، تعمل تجبن للبن في المنفحة، ممكن الإيكولاي، ممكن السلمونيلا.
الدكتور فايز بركات بيقول: وهل أعطي ديكسا مع الجلوكوز لرفع السكر؟ ده ممكن برضو في الحيوانات الكبيرة يا دكتور، ممكن أدي ديكسا مع الجلوكوز فعلا يرفع السكر، لكن ديكسا ممكن أديها للحمل الصغير لو بدأ يدخل في غيبوبة، مش بديه هنا بقى لأنه يرفع السكر، بديه عشان يفوق الحيوان. لو لقيت بقى الحيوان كده نام على الأرض وما عادش برفص وكده، فروح مديله ديكسا فوريدي مع الجلوكوز اللي اديناه بقى والحاجات اللي عملناها وننشفه ونحط في لمبة وكده. الديكسا هنا مهم جدا. كويس يا دكتور فايز السؤال بتاعك، انا نسيت اشير لها ان احنا في حالات الكوما او الحيوان اللي هو يعني خلاص بقى نام على الارض وممكن يموت، مع الحاجات اللي بعملها دي ادي ديكسا. وبرضو الديكسا في الحيوانات الكبيره ديكساميثازون يعني بيزود السكر في الدم. كان جرعة الجلوكوز لو كان التركيز 5%، ممكن أدي 50 مللي لغاية 100 مللي، بس مش تديهم مرة واحدة بقى، يعني مثلا أدي 20 تحت الجلد، وأوزع بقى هنا 20 وهنا 20، وبعد مثلا 6 ساعات أدي تاني 20 سنتي وعشرين سنتي لغاية ما توصل 100 مللي لو التركيز 5%. احنا قلنا لو التركيز 25% بندي من 10 ل 20 مللي انترا بريتونيال. أسئلة جميلة، بنرحب بكم جميعا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.